وقتها المحتلين أن لا يقام أي شيء إلا بموافقة. أشياء كثيرة جدا. الحق معنا، حق معنا، ويجب أن نتسلح بالمعلومات الحقيقية وبالرؤية الثاقبة. نحن لا نريد الافتاءات على أثيوبيا ولا الشعب الأثيوبي أبدا، نحن نطالب بحقهم في التنمية لأنها دولة إفريقية، ولكن ليس على حساب الشعب المصري ولا حساب الشعب السوداني. طيب معايا الحقيقة بعد الفاصل فقرة جميلة جدا، ناقد محترم هيكلمنا عن دراما رمضان، وهل بنعيد بنكرر ما يحدث كل سنة ولا السنة دي في جديد. بس قبل ما نروح، زميلتنا إسراء جمال عاملة تقرير عن الصعيد الذي يتغير، نشوف هذا التقرير وبعدها نروح نشوف دراما رمضان. تابعوا. الصعيد كان بيعتبر زي ما بتشوفوا في التمثيليات والأفلام منفى. الصعيد الآن يعود لكي يسترد وضعه كمركز صناعي متعلق ومنبر حضاري متميز ومركز إشعاع في كل الاتجاهات. الصعيد هو مصدر الحضارة، الحضارة جاية من الجنوب للشمال عكس العالم كله. الحضارة المصرية الفرعونية جاية من الجنوب للشمال، في العالم كله دايما الشمال أكثر نموا من الجنوب. عندنا لا، تاريخيا كان الوضع مختلف. أضيفوا إلى هذا أن مصر بلد معطاء، الناس تحفر بره تطلع مية أو تطلع بنزين ولا تطلع غاز ولا تطلع أي حاجة. عندنا تطلع حضارة، حضارة وثقافة أغلى سلعة في مصر. ندوة الصعيد يتغير، وده جاي في إطار مصر كلها بتتغير. إحنا يعني الدولة كلها متجهة نحو حياة كريمة، نحو تطوير مصر من بدءا من الحضر إلى الريف إلى وجه القبلي بالتحديد. يمكن النهاردة كان في صحبة أيضا وفي زمالة معالي وزير التنمية المحلية سعادة اللواء محمود شعراوي، وإحنا يمكن كنا بنتكلم أكثر عن مؤشرات الفقر في الصعيد بكافة أشكالها، سواء مش بس الفقر النقدي، الصحة، التعليم، الطفولة المبكرة، التنمية الاقتصادية، وضع المرأة، بنتكلم فيها على نقاط القوة والضعف. الصعيد للأسف لم يكن محل اهتمام الدولة عبر عقود، والدولة أيقنت ضرورة الاهتمام بالصعيد ومواجهة المشاكل التي يواجهه الصعيد، لأنه بيواجه مشاكل كثيرة جدا. ونتيجة لهذه المشاكل على فكرة الصعيد بيحمل المحافظات الأخرى والمناطق الأخرى بأحمال ثقيلة نتيجة للهجرة. يعني بنحاول أن احنا نوجد إطار للنقاش ما بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والهدف الأساسي هو التنمية واستدامة التنمية. التنمية المستدامة تعني أن تكون الأطراف مثل مثل الجوهر أو المركز، أو أن يكون المحافظات مثل العواصم. التنمية المتوازنة هي التنمية التي تحقق الاستدامة وتشعر المواطنين بثمار التنمية أيا كان موقعهم داخل الدولة. وأعتقد أن هذا هو التوجه الذي تقوم عليه الدولة، هي تمكين المجتمع المصري بمختلف فئاته ومختلف أقاليمه. الصعيد في شكله الجديد النهاردة اللي احنا بنشوفه في مؤتمر الصعيد بيتغير، بيخلينا نشوف قد إيه إن الصعيد ده جزء لا يتجزأ من مصر. شكله مختلف، استثمارات جديدة، حياة جديدة، فكرة مختلفة بنقدمها النهاردة في مؤتمر الصعيد يتغير. كانت معاكم إسراء المليجي، حضرة المواطن، على قناة الحدث. حضرتكم مرة تانية، كل سنة وانتم طيبين. معرفش ليه ارتبط الأعمال الفنية والمسلسلات والموسم وذروة الموسم طول السنة للأعمال الدرامية برمضان. أنا الحقيقة يعني بلغت من العمر أرزله، كل سنة أكتب في الأهرام وأطلع أقول الكلام ده ومحدش يقدر يفسر لي الحكاية. يعني افترض شهر رمضان
انت ربنا سبحانه وتعالى مديك شهر اجازه بقى تغسل السموم اللي في جسمك وتنظف جسمك، وبعدين اهم من كل ده ان انت كمان ليس تنظيف الجسد فقط ولكن تنظيف الروح، انك بتقعد تخيل بقى، شوف انت قاعد حضرتك وانت قاعد بتقرا القران وبتصلي وقاعد بتدعي كده وحاسس ان انت في درجه من درجات السمو. ده الهدف الاساسي من شهر رمضان، تكتشف تروح هايبر ولا تروح اي سوبر ماركت تلاقي الناس بتستهلك في الاكل قد اللي بتستهلكه طول الشهر 10 مرات. هو شهر الاكل ولا شهر الصوم؟ طيب تبص على التلفزيون طول السنة الشيوخ طالعين على الفضائيات بيفتوا بيقولوا لنا حاجات وقرآن وبرامج دينية وناس قاعدة بتنظر وحاجات روعة جدا جدا. شهر رمضان اختفي، البرامج تختفي، والبرنامج ده كمان هيبقى ساعة واحدة وكده. وإيه حصل بقى؟ إيه؟ مسلسلات، والأخ اسمه رامز يبدأ يعمل حركات بتاعته ويجمع الملايين الملايين ويضرب الناس ويعمل مش عارف إيه، والناس قاعدة تتفرج. طب الناس هتصلي وتصوم وتسبح وتقرأ القرآن وتصلي التراويح وترجع كده لربنا، ولا هتقعد تشوف بقى رهام حجاج عملت ايه ويسرى عملت ايه وياسمين عبد العزيز عملت ايه مع جوزها الجديد، وتبدأ الحواديت تتكلم كلها وغمضة ونغمض عينينا ونفتحها نلاقي شهر رمضان خلص. صمنا صحيح عن الأكل الساعات دول، بس اللي احنا صمناهم بنعوضهم بعد الفطار 3-4 اضعاف. تلاقي الاب بفيه قد كده حاجات، تلاقي راجل واخد طبق سلطه قد كده، وبعد شويه يرجع واخد طبق رز ومكرونه قد كده، وبعد شويه فراخ وسمك ولحمه. وبعدين لو قعدت بصيت وتلاقي خد من هنا شويه من هنا شويه من هنا شويه، لان المعده قد كده. تيجي بقى بالليل يفطر ويقعد يأنتخ ويقعد بقى يتنقل ما بين القنوات 40 مسلسل، وتبدأ حوارات على الفيسبوك، دي فلانة عملت عملية تجميل وشكلها اتغيرت، دي فلانة اتدورت، دي فلانة